نموذج لفرصة الأمل في العراق، ولولاكم ما كان حصلت كثير من التغييرات والإصلاحات. ليس بمستوى الطموح، لأن الأرض والتركة كبيرة جدا، وأنتم طلعتوا من أجل قضية هي قضية حفظ النظام السياسي، إصلاحه، وكذلك إيجاد فرصة حياة كريمة لكل عراقي ليس في مناطقكم. طلعتوا أنتم بعمر الورود. أحس في قلبي أشوف شبابنا اليوم جرحى، بدل ما يكونون متجهين للدراسة وللعمل وصناعة فرصة أمل أفضل لكم. أتمنى لكم كل التوفيق. أنتم أولاً أولاد أور، ولد الحضارة، ولد التاريخ. الناصرية ذي قار أور قضاء منتفق تاريخياً مشهود له بأنه كان يرفد العراق بالمثقفين والفنانين والعلماء، واليوم بكل تأكيد هذه المحافظة ولادة بقادة للمجتمع